النباتات. الزهور من النباتات، والأشجار من النباتات، والأعشاب من النباتات أيضا. الصخور ليست من النباتات، والغيوم ليست من النباتات، والماء ليس من النباتات أيضا. والآن أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: ما عدد النباتات المذكورة في النص؟ 3 نباتات، 4 نباتات، 5 نباتات، 6 نباتات. السؤال الثاني: أي جملة من الجمل الآتية صحيحة حسب النص؟ الورد ليس من النباتات، البحر ليس من النباتات، الغاف ليس من النباتات، الصبار ليس من النباتات. السؤال الثالث: لون بطاقات النباتات باللون الأخضر: صخور، أرنب، ماء، أزهار، أشجار، غيوم. السؤال الرابع: اكتب ما ليس نباتا بجانب صورته: نهر، شجرة، أحجار، أعشاب، سحب، وردة. السؤال الخامس: كيف نعرف الفرق بين النباتات وغير النباتات؟ وأخيراً، هنا قائمة ببعض الكلمات باللغة الإنجليزية والعربية. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة. شكراً لكم.